أسعار البيض تنخفض وارتفاع مستمر في الدواجن ببداية الأسبوع. قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي أن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت اليوم بنحو 1 جنيه للكيلو، وأضاف أن سعر كيلو الدواجن سجل بالمزرعة 29 جنيه ليباع بالأسواق 33 لـ 34 جنيه، وفي المقابل انخفض سعر طبق البيض بنحو 1.5 جنيه ليسجل نحو 42.5 جنيه للمزرعة مقابل 44 جنيه بالأسبوع الماضي، وسجل سعر كرتونة البيض من بين 51 و52 جنيه بالأسواق. وتوقع السيد أن تستمر الأسعار مرتفعة حتى نهاية فصل الشتاء بسبب زيادة التكلفة على المربين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.